السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل وانا أكسن ميلو الباد جوكتان كسر وادة برامج كان وان كاها اللي دونوه ورا اللي حرير ودن كإثوبيا السيقارة دولة دقان كتكريغة إيا دولة دفدرال كودن كإثوبيا ايان كاها اللينا وحانا كسو قادنين قضب كان سيدا عاد لو ذا سعوتين هشيس كير دعاي كدب ولي وحاجرة مقدي إيا من مدو صولا لابطا ومروالبا كدحتاغن لنا عيادة بريتوريا هشيس كاكوة ذا صحيح داي barnaamijkan waa ka duwan yahay maalmihii la soo dhaafay hadii ay jireen isadeeymo commissionka iyo maamulka TPLF ama xisbiga TPLF gudoonkiisa iyo in dhaliilo loo jeedinayay gataajo riidha iyo sidoo kale in dawladdu aysan dhagjalo qusinin in talaabooyinka ay sameeyeen kooxda TPLF waxay kaga jawaabtay arintaas iyada ay cadaadiskii maalmaha dhaweeyta lagu hayay mid yaab leh oo waliba dani ugu jirto xisbiga نعني راه ده رزول زارع بي أحمد يا دولو ديسا يا حزب غبر واقو عاي داني اوغو جرتو عايي كاقة جوابين لغا ما في لينين مركع إن عاي حليا دان وكالاتو مدن سمينيان لكن إيادا او مرق إيا مرخاتي عاي لايا داهاي او حتيغا حتا قدية دي أرنتان اوغايا اي كجيران عاي تلابو آد مهيمو عا عاي ماان تاقادين وحاسي رسمي ا لو دافوري وريق كوباد إيدا يعتركا اما دقن علينتا عيدا مدا كوحدة TPLF ايه دقال لدي وقويغا كدعي كاقيب قاط كوحدة TPLF سيدا اللو سعوتين هشيسك قضبو حاجري كمدها او هشيسك بريتوريا قضب كاسي او شيغيي ان لسامين دونو دقن علين عيدا كان دولد دلو ريجين دونو دولدونا اي دقن علين عيدا كاو سامين دونت قار كود شقابور لو سامين دونو wixii ka mid noqon kara ciidamada military iyo kuwa police federaalkan lagu dari doono arintaas oo qayb ka ahayd ama dhinaca kale ta la xiriirsanayd kala dirista ciidamada ee deegaanada wadanka Ethiopia hadda ka taagan halkaas marka aad fiiriso oo aan halka ka fiirino lafteeda waxaa jirta in ciidamadan ay dhaawacyo lahaayeen kuwa burburay lahaayeen kuwa rafaaday lahaayeen وحول بيسوغو جرين وحي سمييان مركا حرياء يكو حرايان عيدامادي خوكينا واكي دولدو قادتي سلاسي در تيدنا وحي كدرسوغيين تلابوين كالاقادي دون دولدونا بلنقات كانو عاسي اي او سمييسي او هريبا او جري ارنتي ايادا احايد سي اي دولدو اغا جوابتو اي حوشاس مانتا اي بلاودا ارنتان دقن علينتا اياد ديبوسو علينتا عيدامادا وحي كبلاباتي مغالدا مكالي مل بلد كذا كتالا وليده وها هل كاس ايام انت لغا دافر سيدا سورة ندين كموقات انتي لغو قد جري دافر كبرامج كان ايا وحا كهذا لغو دومي كحيجين كدقن علين تا قرن كا ودنا عفادر هل كا ايتوبيا ايو قابل سنية هاي وانين ميلتاري كامي دا سرية يقوتو دبريا ميكاورع نين كاس ايا وحا وها نينكي دولد وحل سارتا ارينتا waxa uu sheegay in dib u soo celinta iyo dhaqan celinta iyo habaynta lagu sameynayo ciidamadan ama lagu sameyn doono ay noqon doonto mid waafaqsan heshiiska nabadda ee Pretoria ka dhacay ee dawladda federaalka waddanka Ethiopia iyo kooxda TPLF ee heshiiska ku wada gaareen sidaas darted waxa la siin doonaa tababar maskaxeed iyo mid farsamo انتبا حوغاقن وحالا رابا مركا هالكا كاسو بحان انو ديمير كودا ايو مسكاح دودان اللاقردقو وحي هوري TPLF وقشبطي اما داقا اللادي اي كلاكولمين اما داعدو ينكي هالكا سيكا داعيي سيدو كالتانا فرسموين اي كوشا قيسان كاران اي لابارو او اي قيب كان نقضان هاولاها كالدوان اي ودنكا كجير ماليشيات كان كوسو لابان ايا اما لدوانو يين لغو سوعليو نلوشا عادقا وان اي سن كليا بدلين نولو شودا عادية لكن سيدو كالاتو اي كشاقيان سيدا اي او تاقيري لهايين هرماركا قوبالكا ايووليبا سيدي اي دولادا او غربستاقي لهايين او غلانا شاقين لهايين نبادا ايو هرماركا اي يولي اي مسولكن دولادا او قابلس سيدو كالاتو واحا اوغوية راي ان اي كالين تودا كاقاتان نباد وارتا يحسلوني وقويغ ايثوبيا iyagu dahan
ودنك سيدا وشاقي دولد وحاي كعاوين دون تام الإشياد كان لغان علين تمركا ورد ما هذا كدب إن أي دياريان غوبو أي كوشاقيستان إن أي سيدو كالاتو حبن نولوليت كودا سراو قادان إيو إن أي هايداها كالدوان إيو هرمارين تا عالم كا أبان ديغان إيو كوو قدها ودن كا إثو بيبا سيدي دالي يردن لو تاقير لها سرانا لوغو قادي لها وكيلكا عيدا مدى تي بي ألف أقابل سن أرين تا وضا هذا لادا لابا مسؤول الله وضا لنا عيا لوحن ساري سرية قوتو ميكيباي حايله أيا دنكيسا شاقي إن وحي هوريتو iyo xaaladii la soo maray ay noqdaan kuwo wax laga bartay sidoo kale tana horumarka guud ee bulshada laga wada shaqeeyay hadda wixii ka dambeeyay barnaamijkana dawladdu waxa laga rabaa buurinay si sax ah oo heshiiska waafaqsan inay u dhaqan geliso waxay ku tusinaysaa TPLF wali inayna cabsi ka qabin iyagoo ciidamada dhinacyada ka taagan yihiin oo dawladdu la joogta ayaa wuxuu yiri waxa aan rabnaa inay dawladdu sidii lagu heshiiyay u fuliso qorshaha ee milishiyadkan waxa kale oo jira kuwa ku sugan xariiqda dhaqan celinta oo sheegay in ayaguna diyaar u yihiin inay dib ugu laabtaan noloshooda caadiga ah annagu dhaqan celinta yadi waanu qaadanay waan fiicanahay waxaan rabnaa in nolol nala abuuro oo xariiqana isaga baxana kuwa codsanaya ayaa jira waxaa qayb ka ahaa barnaamijkan xubno ka socda hawlgalka kormeerka xaqiijinta iyo waliba u hoggaansamida nabadda ee AU-da ama midowga Afrika ee loo yaqaano MDCM kuwaasi oo ugu yaray dhinacyada barnaamijkan ay ka qayb galeen ay ku faraxsan yihiin sidoo kale tan ay ka rabaan in si sax ah loo dhaqangeliyo in ka badan 10 xiro oo dhaqan celin ah ayaa laga hirgeliyay deegaanka ama waddanka Ethiopia dhamaana waxaa la doonayaa in hawlahaas iyaga ah lagaga shaqeeyo oo dhinacyadu ay arintaas iyada ah ee kaga shaqeeyaan sidii horumar iyo nabad loogu sameyn lahaa dhalinyarada waddanka Ethiopia si gaarana dhalinyaradii kooxda TPLF ama deegaanka amxaarada ama kuwii military ahaan intii loo tababaray dawladdu aysan ku qanacsanayn tababarkoodii oo hadda la rabo in iyaga laftooda loo sameeyo dhaqan celin iyo dib u diyaarin haddii ay suurtagal tahay inay waddanka horumarkiisa iyo nabadda ka qayb qaataan iyo haddii guryahoodii loo kala diri inta halkaas marka aad fiiriso kooxda TPLF waxay qaadatay go'aan aad u adag oo ah iyaga oo maalmaan xisbigoodii la diidan yahay oo commissionkii diidan yihiin commissionka iyo dawladdana la leeyahay halkaabeysa hoosta ka xiriirsan inay haddana go'aanadaas qaateen laba arrimood ayaa arintaasi tusinaysaa bay leeyihiin dadka arrimaha falanqeeya waa midda koowaad ee waxay tani tusinaysaa kooxda TPLF inay ka go'an tahay in ay hirgeliso heshiiskaas dhinaceeda dawladdana hadduu wax ka soo noqdo ay tusto dhinacyada wada hadalladan qaabilsana inaysan dawladdu wax horumar oo ballaaran halkaas ka sameynin waa koob qodobkaasi waa qodob meesha ku jira qodobka kaleeto ee dadka qaarkood ay ku doodayaan waxa uu yahay TPLF niman isdhiibay oo laga taagroonaaday haddana dhaqdhaqaaq iyo dhibaato iyo hawlo kale aan geli karin ayay u muuqdaan sidaasi darteed ayay arintan iyada ah u fuliyeen dadka qaarkood oo iyagu ku doodaya iyana way jiraan isku soo wada duuduub arintani dhalinyaradoodina way caawinaysaa heshiiska nabadana way caawinaysaa qoladii dawladda ee maalmahan qorshaha in ay heshiiskan kaga soo horjeedeen ama iyagu ku sheegeen in heshiiska uu wanaagsanayn talaabooyinka qaadayna waxay ku tahay wajigabax iyo inay TPLF wali heshiisyadii si fulinayso oo ay sii wado hadaba isweydiintu waxay tahay deegaanada kale ee waddanka Ethiopia oo ka mid ah deegaanka Soomaalida ciidamadii shaqada laga fariisiyay iyagoon dagaal iyo dhibaato toona sameynin maxaa loo sameyn doonaa hadiiba kuwii dagaalka dawladda abi kaga ilmeysiyay ee dawladda Ethiopia laba sano u jimcin waayay ee dadka iyo wax ay u kala aabayeen u san jirin burburka wqooyiga Ethiopia oo dhan ka geystay
محاي نقون دون تا عرين تا عيدا مدن إيهو حيطا دقال كاسو قيب قاتي هورمركا ديغان كي يدلالكا كا قيب قادني دولدو محاي سمين دون تا وعرين اسوي دين تيدا مدن تاني يقولان تيدن بي بابا هذا دوني دو يدن له ودما هات سنتي برام جاكا لاتو ودين عا هورمركا إيهو تلابوين هورمرا واي دولد إثوبيا شاكتين إيه قارتي ساعده لسو ضعفي أيانسنا إذين سو قد بندونا إن شاء الله.